مؤتمر اللي بتنظمه الحملة الرسمية للسيد المشير في منطقة الجمالية اللي أنا أشرف أن أنا منسقها العام، بيستهدف عقد الأول مؤتمر جماهيري لدعم المشير وترشحه للرئاسة في مسقط رأسه في منطقة الجمالية تحديدا يعني. وهو اختيار مقصود لأنه له دلالات كبيرة جدا، أنه أهل منطقته، هو هنا في الخرنفش على مقربة مننا، ولد وتربى وترعرع في هذا المكان، وأهل منطقته هم اللي بيحتفوا بيه النهاردة وبيدعموه في أول مؤتمر جماهيري شعبي يعقد في ميدان سيدنا الحسين. وده تأكيد على ارتباط أهل المنطقة بابنهم المشير عبد الفتاح السيسي، ابنهم اللي شافوا فيه الصفات، الابن الوفي لمنطقته وأهله، وهو وفي هنا حتى أقاربه من إخوانه وأعمامه وكل من يمت بصلة له هنا من المتواجدين في هذه المنطقة، بيتكلموا على كل خصاله وصفاته الطيبة اللي كانت ملمح من ملامح نبوغه ونجاحه وحبه لأهل منطقته. دائما إنسان بسيط، إنسان متواضع، إنسان بيتمسك بالقيم الراسخة في منطقة شعبية بين أهله وبين ناسه، إنسان بيعبر عن ده بكل المعايير، واللي بيعبر عنها مش بس الأبناء شعب الجمالية أهله بل لكل المصريين. هو بانحيازه الطبيعي للفقراء والبسطاء والمحرومين، بانحيازه لمصر بمواقفه الواضحة والقاطعة في الانتماء لهذا الوطن، هو ده تجسيده. وأعتقد أنه بداية المؤتمرات من الجمالية هي رسالة لها الكثير من الأهداف والكثير من الدلالات.